عرفنا عن نفسك وقول لنا هتعمل لنا ايه. انا شاب عمري 33 سنة. انا بالنسبة لي الرقص هو قلبي، ليس لدي دم في العروق، بل علامات موسيقية. دائما اقول كلمة واحدة، ما زلت اتعلم، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقدرة الرحمن الاله نقدر ننجح ان شاء الله. اللي عم تحسه يعدينا. بحب الشخص الموهوب اللي يعرف يتعامل مع الناس، بحب ده. الكلام الحلو هنا جميل وله تأثير، بس اهم حاجة نشوف الفعل على المسرح. نشوف فرجنا. شكرا. فاز نجوى. فتح قلبي. انبسطت، فرحت لما شفت انه موهبي عندنا بالعالم العربي بهالشكل هيدا. يعني انا فخورة ومبسوطة وبشرفني اني شفتك اليوم. شكرا. علي تستحق يعني تكمل كل المشوار. هلو. شكرا. الدقيقتين دول وراهم جهد وعرق وفن وحاجة ربانية اسمها الموهبة. أنا بهنيك بصراحة. شكرا. خلينا نسمع القرار. القرار نجوى. 7 نعم. شكرا. القرار علي. نعم. نعم. يس. وي.